بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن تكملة المحاضرة. تكملة المحاضرة هي بقى المحاضرة سهلة وبسيطة إن شاء الله، مش هتاخد مننا وقت. طيب، احنا اتكلمنا عن المونوساكرايد وعرفنا، تعالى نتكلم على حاجة. هنتكلم عن حاجة اسمها الدايساكرايد. بس قبل ما نتكلم عن الدايساكرايد عايزين نفهم حاجة كده تساعدنا شوية يعني في انك تفهم الدنيا. Look at the picture above. تعال نبص كده على الصورة اللي فوق أو اللي دي أو دي، بس خلينا نبص على الصورة دي عشان أوضح. يعني أنت شايف هنا إيه؟ طبعاً أنا زي ما قلت لك أنا مش تخصص أورجانيك كيمستري، فأنت هتفهمها أكتر في قسم الأورجانيك، تمام؟ دي جلوكوز، حلو، أو مونوساكرايد. ما نقدرش نقول جلوكوز، ودي مونوساكرايد. لما اتحد مونوساكرايد مع مونوساكرايد اتحدوا مع بعضهم، بعد اتحادهم طلع عنه ايه؟ قالك طلع عنه جزيء واحد مية. طب سؤال كده، هو انا كان عندي كام مونوساكرايد اتحدوا مع بعض؟ قالك انت عندك اتنين مونوساكرايد، يبقى انت كان عندك اتنين وان تو تو مونوساكرايد. اداك داي، طيب كلمة داي معناها اتنين، اداك داي ساكرايد هو من اتنين، واحد زائد واحد اتنين، صح؟ ما هو ده واحد زائد واحد اداك اتنين. طب كم جزء ميه طلع؟ قال لك طلع، انت شايف هنا اهو. طب كم جزء ميه طلع؟ قال لك طلع جزء ميه واحد. طب افرض معانا كنت زودت كمان واحده مونوساكرايد، بقى عندنا ثلاثة، هيديك حاجه اسمها ايه؟ تراي ساكرايد. طب هيطلع لك كم جزء ميه؟ هنفكر، هيطلع لك اتنين. طب افرض معايا كان أربعة، طلع لك كم جزء ميه؟ ثلاثة ميه. يعني انت عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك عشان الأسئلة دي بتيجي يعني إيه، مسائل حسب، شوف عدد كام مونوساكرايد. افرض مثلا عندي ستة مونوساكرايد اتحدوا مع بعض، كام جزء مية هيطلع؟ قلل واحدة، خمسة. طب سبعة مونوساكرايد مسكوا مع بعض، كام جزء مية هيطلع؟ ستة. طب تلاتة مونوساكرايد اتحدوا مع بعض، كام جزء مية هيطلع؟ اتنين. تمام يا جماعة، جميل جدا. اذا في الدايساكرايد هنا تو مونوساكرايد يونتس كوندنس، وكلمه كوندنس معناها تكاثف او اتحاد، عكس كلمه، وكلمه هنقولها بعد شويه حاجه اسمها هيدروليسز. كلمه هيدروليسز انا اوريك بس الكلمه اهي، كلمه هيدروليسز معناها تكسير، تمام؟ حضرتك هقول لك ليه سميناها كلمه تكسير، اعرف لي بس كلمه كوندنسيشن. كلمه كوندنسيشن معناها تكاثف او اتحاد، لان امسك حاجتين اتحدوا مع بعض. فقال لك تو مونوساكرايد يونتس كوندنس، اتحدوا مع بعض، كوندنس توجذر اتحدوا مع بعض with the elimination. يعني كلمه elimination حصل نزع لجزيء واحد ميه. طب ليه واحد؟ عشان هنا داي، عشان هنا اتنين. طب تعالى نتكلم عن trisaccharide. Three units condensed together برضو with the elimination of كام؟ Of two molecule of H2O to yield، عشان yield يديك الناتج ايه؟ trisaccharide. طب امال البوليساكرايد اللي جبتها لكم في الامتحان هنا، البرودكت فورمد باي ايه؟ كوندنسيشن، تكاثف لواحد او اتنين. لا، ده لارج نمبر اوف المونوساكرايد يونتس، بنسميها البوليساكرايد. ايه معلش بس حد رن عليا. نكمل مع بعض. الدايساكرايد، الدايساكرايد ديت اول حاجه الجينيك الجنرال كيميكال فورمولا بتاعته شكله عامل ازاي؟ بس سي 12 اتش 22 او 11 مش 12. تمام يا جماعه عشان انا بس اتلخبط فيها. طيب الدايساكرايد في منه كام نوع يا جماعه؟ قال لك في منه 3 انواع، مالتوز ساكروز لاكتوز. نبدا اول حاجه نتكلم على المالتوز. ايه المالتوز ده؟ اللي هو المالت شوجر. ايه المالت شوجر ده؟ اللي هو سكر الشعير. سكر الشعير يا جماعه، وحاجه مهمه جدا 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 انك تكون عارفها، it doesn't occur free in the body، ما يقدرش يكون حر في جسمك، ما يقدرش يتحرك في جسمك، محتاج كارير حامل معاه يسنده. وما يقدر سكر المالتوز يكون ان هو يبقى free في your body، مستحيله. تمام يا جماعه، دايما بيكون ليه كارير كوندنس مع حاجه، متكاثف مع حاجه. طب تعالى بس كده نفكر مع بعض. لو جبنا واحدة جلوكوز فده مونوساكرايد. طب جبنا جلوكوز وجمعناه مع جلوكوز هيدينا حاجة اسمها ايه؟ قالك نفكر، جلوكوز ده لوحده، جلوكوز مع جلوكوز هيديك حاجة اسمها مالتوز. اذا مين المالتوز؟ هو ده المالتوز. اذا المالتوز ده عبارة عن ايه زائد ايه يا جماعة؟ عبارة عن جلوكوز زائد جلوكوز. طيب تعالى كده نفكر مع بعض، لو انا زودت جلوكوز كمان
ينفع نسميها مالتوز؟ لا، ليه؟ المالتوز ده عبارة عن جلوكوز زائد جلوكوز، واحد زائد واحد اتنين. لازم المالتوز، اصل هو المالتوز ده عبارة عن دايسكرايد سكر ثنائي. طب انا زودت تلاتة، طب جلوكوز 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 يدينا ايه؟ قال لك جلوكوز زائد جلوكوز زائد جلوكوز يعتبر ضمن البوليساكرايد، صح؟ بوليساكرايد. طب بنسميه ايه البوليساكرايد بقى يا جماعه؟ قال لك البوليساكرايد اللي هو عباره عن عدد كبير جدا من الجلوكوز بنسميه مثلا عندك في الستارش. الستارش ده عباره عن جلوكوز كتيره مع بعض، تمام؟ تاني عشان ما تتلخبطش معايا، انا عندي جلوكوز لوحده، حلو، ده مونوساكرايد. جبت جلوكوز مع جلوكوز هيدينا مالتوز. طب جبت جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز وقضيتها جلوكوز بقى هيديك حاجة اسمها لو النشا الستارش، تمام يا جماعة؟ طب واحد يقول لي مثلا الجلايكوجين، لا هنا انا بتكلم على نوع الكربوهيدرات، انا هنا بتكلم على عيلة الكربوهيدرات، فالجلايكوجين هيبقى انا اهم عندي الستارش، تمام يا جماعة؟ طيب يبقى ركز كده معايا، جلوكوز لوحده مونوساكرايد، جلوكوز مع جلوكوز هيدينا مالتوز، طب عدد كبير جدا من الجلوكوز هيدينا ستارش. اذا نقدر نقول، وركز كده معايا، مش احنا قلنا جلوكوز لوحده هيدينا مونوساكرايد، جلوكوز مع جلوكوز هيدينا مالتوز، جلوكوز كتير هيدينا ستارش، صح؟ يبقى انت عندك هنا ستارش وعندك هنا في مونوساكرايد. مش نقدر نقول ان المالتوز هي حلقه وصل بين المونوساكرايد والستارش؟ ازاي؟ هعيدها لك لعشر مرات لما تفهمها. جلوكوز لوحده مونوساكرايد، جلوكوز مع جلوكوز هيدينا دايساكرايد اللي هو المالتوز. طب جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز، احنا طبعا اقل حاجه من البوليساكرايد 3، صح؟ هو طبعا مش اقل حاجه من البوليساكرايد 3، هنعرفه بعد كده ان البوليساكرايد لا، يعني في حاجه اسمها اوليجوساكرايد كمان، تمام؟ بس خلينا نبسطها مع بعض، جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز قضيها بقى جلوكوز كتير هيدينا حاجه اسمها ستارش، تمام؟ اذا نقدر نقول ان المالتوز دي حلقة وصل بين مين ومين؟ بين المونوساكرايد وبين الستارش، او بين المونوساكرايد والبوليساكرايد، صح؟ اذا بيقولك اهو it is an intermediate stage، كلمة intermediate stage يعني حلقة في النص كده، مرحلة وسطية بين تكسير الستارش لجلوكوز. وانا لما اجيب الستارش ده وكسره الجلوكوز هل ينفع ما عديش على المالتوز؟ لا مستحيل، لازم هتعدي على المالتوز، صح؟ طيب نخش بعد كده على اللاكتوز اللي هو سكر الحليب اللي هو الميلك شوجر. طبعا الميلك شوجر هيبقى موجود فين؟ في الميلك، اكيد يعني السكر اللاكتوز هيبقى موجود في الحليب. طب and is sensed in the mammary gland. طب ايه هي الماموري جلاند دي يا جماعه؟ غدد الثدييات اللي هو الثدييات اللي هي بترضع مثلا عيالها او الكلام ده كله، تمام يا جماعه؟ طيب كلمه sensed معناها بتصنع، كلمه sensed معناها بتتصنع في الماموري جلاند. كلمة الماموري جلاند اللي هي غدة الثدييات اللي هي اللي بترضع عيالها، تمام يا جماعة؟ طيب اللاكتوز ده عبارة عن ايه وزي دي؟ احنا قلنا جلوكوز مع جلوكوز يديك ايه؟ مالتوز. طب جبنا الجلوكوز برضو وقعدنا نفكر، طب لو جبنا جلوكوز جمعناه مع ايه؟ نقعد نفكر ونرجع لسؤال بسيط، هما مين المونوساكرايد؟ ما هو معلش يا دوت، انا جبت جلوكوز، جبنا جلوكوز مع جلوكوز ادينا مالتوز، طب انا عايز اشوف حاجات تانية، هدور على مين؟ هدور على المونوساكرايد. مين المونوساكرايد عندنا؟ قال لك انت عندك فيه جلوكوز، ايوه مين تاني كان في المونوساكرايد؟ قال لك جلوكوز، ما هو ما انا قلت لك جلوكوز زائد جلوكوز مالتوز، مين تاني؟ قال لك جالاكتوز، حلو، هات الجلوكوز اجمعه مع الجالاكتوز ادانا ايه؟ لقينا ادانا اللاكتوز. اذا اللاكتوز ده عباره عن من اسمها لاكتوز، فاكره بس ان كلمه جال، لاكتوز عبارة عن ايه؟ جالاكتوز زائد جلوكوز بكل بساطة. إذن اللاكتوز عبارة عن ايه زائد ايه يا جماعة؟ جلوكوز زائد جالاكتوز. طب في لخبطك هنا في الامتحان، يلخبطك ازاي؟ هو اللاكتوز ده يا جماعة، احنا قلنا اللاكتوز ده عبارة عن ايه زائد ايه؟ قالك عبارة عن جلوكوز كوندنسد مع جالاكتوز، صح؟ يعني هو عبارة عن جلوكوز اتحد مع جلاكتوز، صح؟ طيب ممكن لو قالك، ممكن ما يقولكش كوندنسد، يقولك اللاكتوز ده لو عملته حاجة اسمها هيدروليسز. كلمة هيدروليسز يعني يا جماعة؟ بص كده، هيدرو جاي من هيدرو
جاي من الهيدروجين اللي هو من الووتر اللي هو مائي. كلمة هيدرو معناها مائي. لايسز أي كلمة في الطب آخرها كلمة لايسز معناها تكسير. هيدروليسز معناها كسر تحليل مائي. بس نقول إحنا كسرنا. إذن هيدروليسز معناها إيه؟ معناها تكسير. فقال لك on hydrolysis لو كسرنا اللاكتوز ده it yield هيديك ناتج ايه؟ حاجة زائد حاجة جالاكتوز زائد جلوكوز. تمام يا جماعة؟ طيب السكروز، والسكروز ده بنسميه في طب أسنان عندنا ده الانمي بتاعنا، ده عدونا في طب أسنان. أكتر واحد مسؤول عن التسوس هو مين؟ السكروز. حاجة لازم تكون يعني مش عليك في البيولوجي بس تبقى عارفة ان السكروز ده عدو، ده من حتى عارفين انت لما بتكبر شوية بتقول لك مين هو الانمي بتاعنا؟ هو السكروز، سكر القصب، الكين شوجر. تمام؟ طيب موجود فين؟ في القصب، في النباتات. it occurs naturally، موجود naturally طبيعيا في certain plants، في نباتات معينة. تمام يا جماعة؟ وبرضو يعتبر واحد من اهم الكربوهيدرات الموجودة في الاكل بتاعنا. طيب نفكر السكروز ده عبارة عن ايه؟ زي دي هما مين اللي عندنا؟ عندك جلوكوز، حلو، غيره عندك جالاكتوز، حلو، باقي واحد فركتوز، يبقى هو عبارة عن جلوكوز برضو. جلوكوز ده لازم معاك في اي حاجة. طب واحد يقول لي ليه؟ معلش ليه هو الجلوكوز كده؟ اقول لك ليه الجلوكوز دايما ثابت معاك. مش عارف هي مكتوبة هنا ولا نرجع تاني، مش معامل يعني. اقولها لك انا، فاكر لما كان يقول لك الجلوكوز ده المين كونستيتوينت عندك، ده اهم مكون عندك في تكوين الكربوهيدرات اصلا. مين المكون الاساسي عندك؟ هو الجلوكوز. فاكر لما كنت اقول لك الجلوكوز اصلا ده العمله بتاعتنا؟ فانت لازم جلوكوز زائد حاجه، جلوكوز زائد حاجه. فقال لك اون هيدروليسز ات ييلد هيديك فركتوز مع جلوكوز. تمام يا جماعه؟ إذا نقدر نقول، تعالى كده نفكر كده مع بعض، جلوكوز مع جلوكوز، جلوكوز مع جلوكوز، اتنين شبه بعض، يديك إيه؟ قالك هيديك مالتوز. طب عدد كبير جدا من الجلوكوز يديك إيه؟ يديك الستارش، صح؟ طيب إذا يسألك في الامتحان مين هو الانترميديت ستيج في تكسير الستارش الجلوكوز؟ هو المالتوز. طيب اللاكتوز، أو أسألك سؤال تاني، مين اللي موجود في الحليب؟ اللاكتوز. طيب اللاكتوز ده يا جماعة بيصنع فين؟ في الماموري جلاند، غدة الثدييات. لما بيتكسر بيديك ايه؟ بيديك جالاكتوز وزائد جلوكوز. طب لو جبت الجلوكوز جمعته مع الفركتوز هيديك ايه؟ هيديك سكر القصب اللي هو السكروز اللي هو الانمي عدونا. تمام يا جماعة؟ طيب هو مفيد طبعا، السكروز ده مفيد، سكر مفيد طبعا، بس هو عدونا لان هو بيعمل تسوس رهيب يا جماعة. السكروز ده بيعمل تسوس رهيب. تمام؟ طيب يا جماعة البوليساكرايد، البوليساكرايد ده formed by A، formed by condensation تكاثف of large number، عدد كبير جدا من المونوساكرايد جونت which are joined كلهم بيتحدوا مع بعض وزي ما قلتلك with loss of water. الجنرال كيميكال فورمولا C6H10O5. تمام يا جماعة؟ طيب اسألكم سؤال يا جماعة، البوليساكرايد ولا المونوساكرايد ولا الدايساكرايد عنده المولكر ويت؟ كلمة مولكر ويت معناها الوزن الجزيئي. تتوقع مين أكبر واحد عنده فيه الوزن الجزيئي بتاعه عالي؟ تمام؟ تتوقع كده مين هو أكتر واحد الوزن الجزيئي بتاعه عالي؟ نفكر كده، أكيد البوليساكرايد، أكيد البوليساكرايد الوزن الجزيئي بتاعه أعلى إنه هو أكبر، صح؟ طيب البوليساكرايد ده يا جماعة are not usually soluble in water، دايما بيدوبش في المية، ما بيقدرش. البوليساكرايد الروابط بينه يا جماعة بتبقى قريبة أوي من بعضها. عارف كده يا جماعة لما تكون مثلا في زحمة، عديني بقى، أنت فاهم أنت زحمة ما أنتش عارف تعدي. نفس الفكرة البوليساكرايد زحمة وكله داخل في بعض والكلام ده كله، فهو أصلا ما بيقدرش إن هو يدوب في المية، ما فيش ما بيقدرش. تمام يا جماعة؟ طيب some may form colloidal، دي كلمة مهمة جدا جدا. بقولك ممكن يعمل لك البوليساكرايد يعمل لك حاجة اسمها colloidal. كلمة colloidal solution شبه ايه؟ الجيلي. الكولويدال سوليوشن شبه الجيلي، يعني ولا هو سوليد ولا هو ليكويد، يعمل لك كولويدال شبه الجيلي، حاجه بين الاثنين كده. تمام يا جماعه؟ طيب ايه الامثله بتاعته؟ الستارش النشا، الجلايكوجين، السيلولوز، الانيولين، الكايتين، هنتكلم عنهم دلوقتي. تعال نتكلم عن الجلايكوجين. ولما اقول لك جلايكوجين انت المفروض تقول لي يخزن فين يا جماعه؟ يخزن في الكبد والعضلات. يخزن فين يا جماعه؟ يخزن في الكبد والعضلات. طب الجلايكوجين ده عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن بوليساكرايد.
تمام يا جماعه. طب واحد يقول لي مش انت لسه قايل لي ان الستارش بولي، يعني قلت لي حتى من شويه ان الجلايكوجين ما يعتبرش قوي كبولي، اللي مش هنتكلم عنه قوي كبولي سكرايد. انا ما قلت لك ستارش ورا يا جماعه، الستارش مميز جدا عندنا في موضوع الستارش لي اسمه ده لمالتوز، تمام يا جماعه، لجلوكوز، تمام، بس كلهم بولي سكرايد زي ما احنا قلنا في اول محاضره خالص. طيب الستارش ده يعتبر it is the form in which carbohydrate is stored، يعني ده الشكل، بص كده بيقول لك ايه، ده الشكل الفورم اللي الكربوهيدرات بيخزن فيه في جسمك. تاني بيقول لك ايه، it is the form، ده الشكل in which الكربوهيدرات اللي من خلاله الكربوهيدرات بتخزن في جسمك. اذا لو سألك في الامتحان الكربوهيدرات بتخزن في جسمك على هيئه ايه؟ على هيئه جلايكوجين. بس فكك من دي، مش عايزه في حاجه. السيلولوز، السيلولوز ده very stable polysaccharide، polysaccharide stable او في مكانه. طب بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك supporting tissue، عامل دعامة للنباتات. هو عبارة عن ايه؟ قالك هو عبارة عن دعامة للبنات، ايه بنات ايه؟ للنباتات. تمام يا جماعة، جميل جدا. يبقى this very stable polysaccharide، the polysaccharide very stable عبارة عن ايه؟ دعامة للنباتات. تمام يا جماعة، يبقى supporting tissue. طيب احنا قلنا البولي ساكرايد بتدوب في الميه ولا اهو برضو انسولبل ان ووتر. طيب لو جبنا حاجه اسمها صبغه الايودين وحطيناها عليه هيدينا لون؟ لا، اتجيف نو كلر وذ الايودين. معلش شويه حاجات بصمجه كده في اول شابتر ده ما فيهاش يعني شرح شرحها. انا اقول لك مثلا اعمل العمليه دي مثلا، مش عارف عملتها في السكشن ولا لا، تجيب مثلا ايودين مع السيلولوز وتشوف هيديك لون ولا لا، ملوش يديها لون، فاهم؟ فهي حاجه نظريه علميه تتقالت. طيب الانيولين، الانيولين ده عبارة عن ايه يا جماعة؟ ده عبارة عن فركتوز كتير مع بعض، دي مهمة جدا وهتجيلك في الامتحان. الانيولين ده عبارة عن ايه؟ كومبوز اوف فركتوز يونتس، حاطط لك اس، وحدات فركتوز كتير مع بعض. موجودة فين يا جماعة؟ قالك موجود في حاجة اسمها الارتي تشوك، تمام يا جماعة، اللي هو في نبات الخرشوف، اكيد انتوا عارفينه. وحاجة اسمها داليا تيوبرز، يعني عارف داليا زميلتك او زميلتك؟ تمام يا جماعه، داليا تيوبرز ديت نبات، ما اقدرش اقول غير كده. يعني انا قلت لك جو النباتات والكلام ده كله مش جوي. طب فهي يعني داليا تيوبرز نبات، عارف خلاص. طب انا كدكتور يفيدني في ايه يا جماعه؟ قال لك يفيدني ان الانيولين ده في الرينال فانكشن تيست. تعالى كده نتكلم، نخش شويه في جزء الطبي شويه. انا لو جالي عيان شاكك ان عنده مشكله في الكليه بتاعته، بقول له اعمل لي ايه؟ عادي بيعمل لي اختبار اسمه ده وظائف كلى، تمام. طيب من ضمن الحاجات اللي الانيولين بيأثر عليها، قال لك الانيولين بيحدد حاجه اسمها، الدكتوره قالتها في المحاضره وهنشرحها بالتفصيل في، فانا يعني هقولها لك وهكتبها لك دلوقتي، بس مش لازم تكتبها ورايا لسبب معين هتتقال قدام. حاجه اسمها الجي اف ار، هي قالت لك الجمله، انا قلت لك الاختصار. حاجه اسمها الجرومينر فلتريشن ريت. هو ايه هو الجرومينر فلتريشن ريت؟ فاكرين يا جماعه زمان، طبعا انا مشكله انا بكلم فانا مش عارف الطلاب اللي قدامي هل خدوا بيولوجي قبل كده ولا لا، بس الناس اللي عارفه في عندنا حاجه اسمها الجرومولاي، عارفين محفظه بومن، بومنز كبسول، تمام يا جماعه، بيبقى في حاجه اسمها الجرومولاي، دي الجزء يا جماعه اللي بيعمل فلتره عندك، عارف كده شبه فلتر الميه عندك. انا عشان برضو ابقى مطمن ان الطلاب كلها معايا، عشان في ناس كتير ممكن تقول لك انا ما اعرفهاش، نتكلم بالعاميه، فهمنا بالعاميه لغايه لما ناخدها بصور افضل، يعني ايه بصور واضحه. يعني الجي اف ار ده بنستخدمه ليه يا جماعه؟ علشان نشوف عمل الكليتين بتاعنا، نشوف اداء الكليتين. طب يعني ايه برضو نشوف اداء الكليتين؟ قال لك بنحسب كميه الدم اللي بتعدي الكليه كل دقيقه، كميه الدم اللي بتعدي الكليه كل دقيقه، ده اختبار حاجه اسمها الجرومير فلتريشن ريت. تمام يا جماعه، سوري بس حد بس يرن عليا. طيب يبقى احنا قلنا ده بيحسب كميه الدم. انا يعني عارف كده هو متردد، طب اقول كلام كتير ولا عشان ما تتلخبطش مني، بس برضو علشان الناس اللي حابه تعرف كلام كتير، هو كل ده هيشرح بالتفصيل عندك في نفس المنهج ده، تمام، بس عشان ما تتوهش مني وتحس انك زهقت. فانت انا عايزك بس تعرف لي اللي هو اختبار اللي اسمه ده الجي اف ار ده بيفيدني في، عايز اشوف وظائف الكليه بتاعتي. لو انت معاك اي تحليل وظائف كليه لازم يبقى في الجي اف ار ده، تمام يا جماعه. طب ده بيفيدني فيه في الرينال فانكشن تيست. الانيولين ده بنستخدمه عند الانيولين
هو المسؤول يا جماعة ان هو يحدد ليه دور في تحديد الجي اف ار. تمام. طيب ايه اهمية الكربوهيدرات؟ كل اللي احنا قلناه ورا اكتبه. اول حاجة البالك اوف هيومن دايت. هو يعني كلمة بالك؟ كلنا درسنا اناتومي بتاع السنة صح؟ احنا عرفنا ان شكل السنة عبارة، بص كده لو جينا طبعا يا جماعة انتوا ترسموا بقى احسن مني لانكم خلاص احنا ما عادش في رسم والكلام ده كله. دي سنة هي صح؟ شكل سنة والله. تمام؟ دي سنة هي وخلاص. تمام؟ طيب ده البلب اهو، دي سنة من الجنب، انت معايا؟ دي السنجلوم اهي، وده الليبيال سيرفيس، وده اللينجوال سيرفيس، يا رب تكونوا عارفين. طيب انا كنت عايز اقول ايه، بس انا كنت عايز اقول ايه، البلك كلكم درستوا اناتومي السنة وعرفنا. وده ايه ده يا جماعة؟ ده الانامل اهو، ده الانامل اللي بره، انامل دنتين بلب صح، وهنا في السمنتوم صح. شايف فين الدنتين يا جماعه؟ انا هعمل لك هو انت بس بتشرح الحته دي، انا عايز بس افهمك يعني كلمه بالك. ده كله الدنتين يا جماعه، ده كله الدنتين. شايف الدنتين قد ايه؟ فعارفين بنسمي ايه الدنتين؟ مش عارف خدتوها ولا، يقول لك الدنتين هو البالك بتاع السنه. يعني ايه البالك؟ المعظم، المركب، المكون الاساسي. نفس الفكره، الكربوهيدرات هو البالك بتاع الاكل. معلش يعني تعال نشوف اكلك، لو خدت اكلك من الفطار للعشاء فخلينا نقول 70% منه كربوهيدرات صح. احنا قلنا الكربوهيدرات يا جماعه لما بيحصل له اكسده يعني بيتكسر بيديك ايه، 4.1 كيلو كالوريز صح. طيب عرفنا ان السكر بيحافظ على مستوى اسمه ده مستوى السكر في الدم، سوري الكربوهيدرات بيحافظ على مستوى السكر في الدم صح زي ما احنا قلنا. طب عرفنا يا جماعه ان اسمه ده السكر اللي بيكون ماشي في الدم ده بيبقى عباره عن جلوكوز. احنا قلنا يا جماعه في سكر ماشي في الدم عشان يحافظ على مستوى السكر في الدم. طب انهي نوع من السكر؟ في عندنا انواع كتير، هو الجلوكوز فاكر لما كنت اقول لك، او سيركريت ان ذا بلاد ان ذا فورم على هيئه جلوكوز. الكلام ده كله ما هو الا اعاده. طب احنا قلنا يا جماعه الكربوهيدرات ده بيخزن فين؟ في الكبد والعضلات على هيئه ايه؟ على هيئه جلايكوجين صح. طب فاكر برضو حاجه بقى مهمه، مش عارف انا قلتها ولا لا، انا دلوقتي يا جماعه رحت قلت لجسمك بالله عليك انا عندي جلوكوز خزنه لي، هيقول لك ماشي جميل، هات الجلوكوز يا حاج حوله لجلايكوجين وخزنه. طب افرض معايا حضرتك ماشي ماشي كده في امان الله الساعه 12 ولا 1 بالليل، طلع عليك كلب والكلب ده فضل يجري وراك يجري وراك يجري وراك وانت عمال تجري. طب انت في الوقت ده الجسم عندك في حاله الارم، يعني في حاله الارم، في حاله الحقوني، جسمك عايز مساعده، جسمك عايز مساعده بياخدها من حاجه اسمها سيمباثيتك. سيمباثيتك ايه؟ سيمباثيتك ده اللي هو الجهاز العصبي السيمبساوي. مين هو؟ لو ما انتش عارفه كأنك ما سمعتش الكلمة دي، انا زي ما قلتلك انا مش عارف الطالب اللي قدامي ده معايا عارف الكلام ده كله ولا، بس خلينا نقول الكلام البسيط. الجهاز العصبي السمبساوي بكل بساطة لما تكون في مصيبة، لما تكون عندك مشكلة، لما تكون في ستريس، لما تكون مضغوط، حاجة اسمه الجهاز العصبي السمبساوي بيشتغل. ليه بيشتغل؟ قالك يا جماعة دلوقتي انت وانت بتجري 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 محتاج ايه؟ انا محتاج طاقة. مين في جسمنا اللي نلحق ناخد منه طاقة وبسرعة؟ أصلا انت ممكن تروح على الدهون تقول لها اديني طاقة، عارف الدهون دي عشان تديك طاقة يا ليه محتاج ساعتين تكون الكلب مسكك وعضك موت صح. فانت محتاج مصدر تحويل بسرعة لطاقة. روح لمين؟ روح للليفر، جري على الليفر، روح للليفر تقول انت عايز مني ايه دلوقتي؟ اقول لك اقول لها انا محتاج منك ضروري تكسر الجلايكوجين وتحولي الجلوكوز، وانا من الجلوكوز ده فاكر لما كنت اقول لك هي عمله الطاقه بتاعتي على طول هستفاد منها كاز انرجي طاقه. فبيقول لك ذا ستورد، يعني ايه ستورد جلايكوجين؟ يعني الجلايكوجين اللي مخزن كود بي تشينجد باك، نقدر نرجعه تاني الجلوكوز وين ذا بادي نيدد لما يكون محتاجه. طب فين بنرجعه؟ فين بيروح؟ لفين؟ للليفر. طب لو حصل يا جماعه ان الليفر خلص بنروح لفين؟ بنروح للعضلات، وهنتكلم عنها في الفيسيولوجي الترم الجاي بالتفصيل. تمام. طيب عرفنا ان الفركتوز ده يا جماعه موجود في السيمينال فلويد اللي هو السائل المنوي، بيغذي الحيوانات السبرماتوزا اللي هو الحيوانات المنويه. تمام. طيب تعالى نتكلم على ايه بقى امثله على البوليسكرايد. حاجه اسمها الكايتين، الكوندروتين سلفيت، الهيبارين، الهايرونيك اسيد، السيالك اسيد، البلاد جروب سابستانسز.
اول حاجه الكايتين. الكايتين ده موجود فين يا جماعه؟ قال لك الكايتين ده موجود في حاجه اسمها الاكزوسكيلتون. ايه الاكزوسكيلتون؟ هو السكيلتون. السكيلتون اكيد عارف السكيلتون بتاع الارثوبودز. ايه الارثوبودز دي يا جماعه؟ شبه العناكب والجمبري والحاجات دي كلها بنسميها ارثوبودز. تمام. طيب تاني حاجه عندنا حاجه اسمها الكوندروتين سلفيت. الكوندروتين سلفيت موجود فين يا جماعه؟ قال لك ده موجود، احفظ الحاجات اللي بقولك عليها طول، موجود في حاجه اسمها الكارتريج. ايه الكارتريج ده يا جماعه؟ الغضاريف. طب اديني مثال واحد للغضروف على الاقل. ودانك، ودانك دي عباره عن كارتريج. مناخيرك ومن قدام، يعني بص كده مناخيرك من فوق عظم 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 عظم، تلاقي نهايه مناخيرك خلاص ديت حته كده تحسها ما هيش عظم، حتتها طريه. اه دي كارتريج. بون عظم. هارد فالف صمامات القلب، هنشرح القلب بالتفصيل في المحاضرة قدام يعني، بس برضو ما نفس المنهج الكبير ده. الكورنيا قرنية العين، وهتاخدها في الفيزيكس، ولو الفيزيكس شرح لك العين هشرحها لك أنا يعني، على حسب كل ترم بيشرح العين بتبقى جزء طبي أو يعني، فلو اتشرحت العين هشرحها لك. عندك يا جماعه كم عندك؟ طيب كده خلصنا من الكوندروتين سلفيت، نخش بعد كده على حاجه اسمها الهيبرين. الهيبرين شبه مين يا جماعه؟ شبه الوارفرين. تمام يا جماعه. شبه مين كمان يا جماعه؟ شبه كلنا عارفين الاسبرين، اللي هو الاسبرين بتاعنا. الاسبرين، الهيبرين، الوارفرين، كلنا لو حد مثلا لي يعرف حد عنده مريض قلب او الكلام ده كله بياخد وارفرين. ايه الوارفرين؟ ومين هو الهيبرين ده؟ ومين هو الاسبرين؟ مين دول؟ حاجه اسمها انتي كواجولانت او انتي ثرومبوتيك. ايه استنى استنى استنى، ايه معنى الكلام ده كله؟ بص بكل بساطه، كلمه كواجولانت معناها جلطه، كلمه كواجولانت معناها جلطه، كلمه ثرومبك معناها جلطه. يبقى تاني، كلمه كواجولانت معناها جلطه، كلمه ثرومبك معناها جلطه. طب انتي معناه ايه؟ مضاد. يبقى انتي كواجلنت مضاد للجلطات، يعني بيعمل لك، يعني بيعمل لك سيوله في الدم. اذا الهيبرين بنستخدمه يا جماعه لو شخص جاله جلطه. اذا انت لو جالك شخص عنده جلطه بنستخدم له ايه؟ بنستخدم له الهيبرين. طب حاجه احنا عارف الاسبرين، مش انت الاسبرين ده يا جماعه عشان يعمل سيوله للدم؟ انتي كواجلنت مضاد للجلطات، صح. طب انتي ثرومبيك برضو مضاد للجلطات. طب هو يعني ايه جلطه اصلا؟ لما يقول لك يعني العين ده جاله جلطه، دخل في دخل حاجه اسمها بنسميها ثرومبوزز، اللي هي جامد من ثرومبيك. كلمه ثرومبوزز معناها جلطه، فعشان كده قلنا كلمه انتي ثرومبيك برضه مضاد للجلطات، هي نفس الاسم. الهيرونيك اسيد، الهيرونيك اسيد ده موجود فين؟ في الفيتروس هيومر، ده برضه هنشرحها في العين بالتفصيل. وكده كده انت هتاخد اسمه ده رمد عيون في سنه رابعه ان شاء الله، ده اسمه الفيتروس هيومر. تمام يا جماعه، غرفه كبيره قوي ورا اللينز. تمام. عندك كمان يا جماعه الساينوفيال فلويد. ايه الساينوفيال فلويد دي؟ لو فرضنا ان دي ركبتك مثلا، فالساينوفيال فلويد ده سائل كده موجود، بيبقى موجود بين العظمتين، ليه دور في التغذيه، بيغذي الكارتريج ده، بيغذي الكارتريج ده، وبيمنع ان العظم ده يخبط في بعضه يعني. تمام. طيب موجود فين تاني يا جماعه؟ موجود في السكن، الجلد، موجود في الامبليكال كورد اللي هو الحبل السري. تمام يا جماعه. طب السيالك اسيد موجود فين؟ قال لك موجود في الميوسين. ايه الميوسين ده يا جماعه؟ بص كده على جلدك، حط ايدك كده على جلدك، انت حاطط ايدك على جلدك صح؟ ده اسمه سكين جلد. طب افتح بقك كده وحط، يعني حط مثلا انت ايدك على خدك دلوقتي صح؟ طب خدك من جوه هنسميه ايه؟ قال لك بنسميه ميوكس ميمبرين، حاجه اسمها ميوكس ميمبرين. تاني يا جماعه، جلدك دلوقتي لو انت حاطط ايدك على خدك اهو، طب انا خدي من جوه جلد، يعني انت خدك من بره جلد ومن جوه جلد؟ لا، من جوه لون احمر كده او بينك كده، مش عارف له ايه ده. ده حاجه اسمها ميوكس ميمبرين. تمام. طيب جسمك كله من جوه ميوكس ميمبرين، حاجه اسمها ميوسين. ايه الميوسين ده؟ كمثال اوضح شويه، شفت الرذاذ لما تيجي تعطس وبيطلع الرذاذ اللي هو اللي بيطلع من الانف ده؟ ده حاجه اسمها ميوسين، هنشرحها بالتفصيل برضو قدام وهنعرف الكلام ده كله. مش عايز افتح لك مواضيع كبيره عشان ما تتلخبطش. اخر حاجه هنتكلم مع بعضها البلاد جروب سابستنس. ايه فكره البلاد جروب سابستنس؟ اللي هي عندنا يا جماعه يقول لك مثلا انا فصيله دمي او، انا فصيله دمي اي، انا فصيله دمي اي بي. هو ايه فكره اصلا اللي حصل ده يا جماعه؟ هو ليه اخترعوا اصلا البلاد جروب؟ اخر حاجه هقول لكم بس يعني معلومه زياده، ليه اخترعوا البلاد جروب دي؟ ايه اللي عرفوا من عندنا فصائل دم؟ كل الفكره ان في سنه من السنين، مش فاكر بس زمان قوي يعني، حصل ان شخص عادي اكتشفوا انك تقدر تنقل دم من شخص لشخص، فشخص بينقل دم لشخص، حصل ايه يا جماعه؟ حصل ان الشخص ده مات.
ايه ده، وانا لو نقلت ده هنتكلم عنها بالتفصيل، ممكن يموت، ممكن يموت. طب ليه يموت يا جماعة؟ قالك لا يا جماعة، ان شخص مثلا كان فصيل دمه ايه وشخص فصيل دمه بي. انا لما بتولد طبعا انت اكيد عارفين الفصيل الدم، انا لما بتولد فصيلة الدم بتاعتي ايه، بيبقى عندي بيتولد مع الايه دي مضادات، اسمها انتي بي. معلش كلام كبير بس انا عايز بس حاجة بسيطة. انا بتولد فصيلة دم ايه، انا دلوقتي فصيلة دم ايه اهو، بتولد معايا حاجة اسمها انتي بي. فلو انا اديت للعيان ده بي، تتوقع كده ايه اللي هيحصل له؟ بص كده انتي بي، هيضرب البي اللي خدله فهيموت منها. كلام برضو كبير عليك مش هدخلك فيه، اعرف لي بس ان هي بتبقى موجودة على السيرفيس بتاعت الار بي سيز. ايه الار بي سيز؟ ليها كرات الدم الحمراء، Red Blood Corpuscles. يبقى Blood Group Substance موجودة على السيرفيس بتاع الار بي سيز. لو جيت تبص على السطح كرات الدم الحمراء هنلاقي سكريات برضو، كربوهيدرات برضو، ليه حاجة اسمها Blood Group Substance اللي هو فصائل الدم بتاعتنا. تمام يا جماعة؟